السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، أنا كنت بكلم حضرتك أمس وبس الخط قطع، فسامحنا. تفضل. أنا بقول لحضرتك، كنت سألت حضرتك، هو سؤال يعني حضرتك قلت لي إنه ممكن يكون تافه شوية، بس معلش سامحنا يا شيخنا. أنا كنت قلت لزوجتي، قلت لك أمس، أنت طالق لو ما رحتي، لو أجلتي امتحانات، تمام؟ فحضرتك قلت لي لا يقع الطلاق لأنها نجحت والحمد لله ما أجلت شيء، تمام؟ تمام. كنت سألت حضرتك، طلبوا منها شهادة محو أمية بعد بعد الاختبارات وبعد ما نجحت والنتيجة طلعت، عشان تاخد بس الشهادة، فهي في الخارج الآن، وقالت لها ممكن أجلها سنة ما أعمل الشهادة دي. فقلت لها طيب أنا هسأل وأقول لك، عشان برضو تأجلها وتنزل تعملها عشان اليمين ما يقع. بس لا، أنت كنت تقصد شيئا معينا، لم تكن تقصد شهادة محو الأمية. تمام. طيب هي بتقول لي برضو انها ما ذهبت في امتحان شفوي او امتحان عملي، ما راحت يعني، بس هي امتحنته في التحرير ونجحت الحمد لله، لكن ما راحتش في اليوم ده لان باين عليه 5 درجات او 10 درجات. لا لا يقع طلاق. خلاص، شكرا لحضرتك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا احمد ابو شامه وسامه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله أنا بخير، الحمد لله. والله إنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. اللهم أمين. يا مولانا معلش، عندي سؤال بالنسبة للأشعرة. والله يا أخي أتعبنا أنفسنا في شأن الأشعرة كثيرا، والحمد لله ما عاد عندنا وقت لمناقشة هذا الأمر، اسمح لي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا جمال أبو السندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. يا تفضلك الله. انا ببيع ادوات منزليه بالقسط، واحده جت خدت مني جهاز عروسه، يعني خدت ب 10,000، فاتفقنا ان يكونوا ب 13,000 على كل شهر 900 جنيه على بتاع حوالي 14 شهر. فبعد شهرين جاء ابنها قال لي انا امي فقيره ما معايش فلوس، خد 6,000 جنيه نزلها من القسط واخصم الفلوس اللي انت حطيتها ال 1800 جنيه على ال 6,000 جنيه دي. فهل يجوز ولا ما يجوز يا شيخنا؟ بارك الله فيك. وفيك بارك الله. هذه المسألة تخضع لمسألة اسمها ضاع وتعجل. ضاع يا صاحب الدين جزءا من دينك وتعجل أخذ ما لك
أو تعجل عجل بالسداد إلى مدين، أيوه. فاختاروا فيها رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما القيل بالجواز، والله أعلم. يعني يجوز الحمد لله يا سيدي. والله هذا اختياري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على إثر صوت مرتفع في المسجد فوجد كعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرت دينا عليه، وابن أبي حضرت يقول ما عندي ويسترفقه، فقال النبي يا كعب بن مالك ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف، قال قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لابن أبي حضرت قم فقده. بارك الله فيك يا أخ أيمن دياب، وأنت يا شيخ مصطفى الجوهري، وفقكم الله ويا عيسى الخطير، ثبتنا الله إياكم جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يزن حضرتك يا مولانا عن ثلاث أسئلة بس وثلاث أسئلة صغيرين يعني. تفضل. أول حاجة بالنسبة للحديث بتاع الفجر، إن هو الرأس اللي بتتوضع بتنام على الصلاة. ها؟ الرأس اللي بتنام على الصلاة بتحطها في القبر، الحديث ده خاص برضه بصوت الفجر. الرأس إيه عفوا؟ الرأس اللي بتنام على الصلاة بتحطم في القبر. الرأس اللي بتنام عن الصلاة تتحطم في القبر. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مش كده يعني، هو في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في رؤيا منامية طويلة رآها، في أخرجها البخاري في صحيحه حديث سمرة بن جندب، أن رجلا قائما على رأس رجل يكسر رأسه بصخرة، قال هؤلاء الذين ينامون عن الصلاة المكتوبة، أما هذا الذي ينام متعمدا تركها، لكن الذي غلب ونام رغما عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، إنما تفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فإذا نمت رغما عنك تختلف عن النائم المهمل للصلاة الذي لا يبالي بها. شكرا سيدنا الشيخ. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ مصطفى، كان والد الله يرحمه توفى، فكانت والدته عايشة يعني الله يرحمه جدتي، فكانت هي تنزلت عن ال يعني مرسال أبي لقطعة أرض يعني لولاد ابنها. طيب. بنات مسكون. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا مريض مسور وأصلي قيام الليل قبل الفجر بنصف ساعة، فهل يجوز أصلي الفجر بنفس الوضوء؟ يجوز. جزاك الله خير. ما عندنا نص يمنع. مصحب الأمراض يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك لنا في عمر سعادتك، الله يكرمك. دلوقتي حضرتك لو في ابن يعني عنده فوق 30 عاما. نعم. بس ما بيحفظش على الصلاة، هل الأب مسؤول عنه؟ هو وجه له الدعوة ونصحه ولم يقبل؟ كثيرا. طيب أنت تعرف أن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد مع الفارق. إيه الفارق؟ فارق إيه؟ فارق ده رسول لكن الثاني بشر. أنا أقول لك هو نصح ولده وأبى الولد. فهل ترى نوح عليه السلام ملام؟ نوح ليس الهادي، الهادي هو الله. أديت ما عليك، فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هل يقطع يا مولانا؟ نعم يقطع. والله إذا كنت ترى أن المقاطعة ستجدي وتؤثر قاطعه، لكن إذا كنت ترى أن المقاطعة ستزيد عصيانا وضلالا
فنحن مع الأضرار الأخف، والله أعلم. ماشي يا مولانا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش كمان ما كملتش السؤال، بس مع إذنك يعني. كان الدكتور أحمد عبد عوض اللي هو بيطلع الجن والحاجات دي، يا أخي حضرتك فيه؟ دكتور أحمد عبد عوض. يا أخي لست في هذه الصفحة فاتح الباب لإيه رأيك في الفلان ورأيك في علان ورأيك. لا شغال عندنا على طول أنا أهلي عشان أعرف أهلي، بس اللي هو بيشغلوا الصفحة على طول أقول لهم يا جماعة. والله يا أخي الكريم أعرض كلام أي واحد على الكتاب والسنة، أما المذكور فله خرافات كثيرة. شكرا. طب ينفع مولاي أعلم بعد إذنك يعني، أنا مثلا حد مصاب عندنا بالسحر أو الحاجة دي، هل ينفع نذهب لواحد برضه بيعالج؟ الدعاء ياخد فلوس أولا؟ الدعاء سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا ودعا ودعا. وعندك أيضا الرقية، اسمح لي أتكلم. عندك مع الدعاء الرقية بالمعوذتين مع قوله الله أحد، فما سأل سائل بمثلهما وما تعوذ متعوذ بمثلهما. أما إذا رقاك أبوك أو رقاك شيخ رجل صالح برقية من كتاب الله وسنة رسول الله فهي جائزة، الرقية جائزة. هو شيخ وبيرقي، بس بيحط شمع كده، بيوقع شمع على جلد المريض وبيرفعه. هذا التخريف كلها، لا شمع لا فيه، الشمع ده مش فيه أي ميزة، لا الملح ولا الشمع ولا كل هذا ولا اسمه. ذكر المية على القرآن على المية. السلام عليكم. بارك الله في عمرك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. لو سمحت كنت عايز اسالك بس عن حاجه. اتفضل. اسال دلوقتي يا شيخ. انا مثلا في واحد زميلي في الشغل عزمني على عزومه، يعني انا مش هقدر اجيبها لاهل بيتي، بس هو عازمني من باب ان احنا في الشغل وكده، كلنا في الشغل مثلا عازمنا على كباب وكده، وهل ان انا في مشكله ان انا اروح العزومه دي وانا اهلي بيتي مش هقدر اوفر لهم حاجه زي كده؟ لا مش مشكله. حضرتك معايا؟ ايوه فاهم كلامك. يعني انت معتقد انه اذا طعمت من طعام يطعمها مما يطعم، صح كده؟ يطعم مما يطعم. اذا كنت ستشتري انت الاكل اشتري لنفسك ولزوجتك، لكن واحد عزمك عزومه لم يكن هذا ثابت عن رسول الله. الرسول دعاه رجل مع ابي بكر وعمر الى كبش، ما راح النبي البيت وذبح كبشا، انما يطعم مما يطعم اذا كان هذا بامكانه وقدرته ان يشتري طعاما، لا يشتري طعاما لنفسه مخصوص ولا طعام ادنى من ذلك. تمام. يعني انا ما فيش مشكله ان انا اروح، حتى لو الموضوع ده حصل مثلا. ان هو افكارك يعني غريبه شويه، يعني لا مانع، انت مدعو. فتحي عثمان، وجزاك الله كل خير يا فتح عثمان، جزاك الله خير يا شيخ ابراهيم بن رمزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ مصطفى كيف الحال؟ الحمد لله. الله يعطيك العافيه، حبك في الله. حبك الله الذي احببتنا له. الشيخ الله يبارك فيك، الشيخ مصطفى في عندي رؤيه خاصه والله. لا رؤيه مناميه، ليس هذا الباب للرؤى، ده فتاوى. شكرا لك. معقل ابن محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. بارك الله في عمرك وعملك يا رب العالمين. لي سؤالين لو أذنت لي. سل. السؤال الأول، بالنسبة لو تم إيداع مبلغ في أحد البنوك وتخلصت من الربا، ربا هذا المبلغ. طيب. تمام، هل في ذلك ذنب؟ لا، ما دام تخلصت منه خلاص الحمد لله. طب لو تخلصت منه للأقارب المحتاجين؟ لا، وقعت في العنت. وقعت؟ في العنت. يعني آخذ ذنب. هذا الظاهر. طب لو كان هذا المبلغ بغير الجنيه، يعني مثلا بالريال، ففي البنك له سعر وخارج البنك له سعر، فآخذ على أي كيف تاخذ على ايه؟
يعني اغيره مثلا بسعر البنك او خارج البنك، يعني اي مجال متاح؟ يعني تريد تعوض يعني الذي اعطيته؟ لا مثلا لو كان المبلغ بالريال، تمام، الريال في البنك له سعر وخارج البنك له سعر اخر، تمام، فاغيره باي مثلا مكان سواء في البنك، انا كده كده هتخلص منه. هلوما. نعم. الفائدة الربوية، معلش والسلام، يعني الفائدة الربوية كانت كم؟ مثلا 100 ريال مثلا، ال 100 ريال داخل البنك لها سعر محدد ثابت، وخارج البنك في السوق الموازية مثلا له سعر أعلى. وأنت أعطيتها لأقاربك بكم؟ سعر البنك ولا بسعر الخارجي؟ لا انا لم اعطي لاقاربي، انا بستفسر يعني، ما لانه مش ينفع ان انا يعني اتبرع به بالريال، هبدله بالعمله المصريه. الشاهد انك تخرج الزايد فقط، المهم تخرج الزايد عن الاصل، تخرج الفائده الربويه التي اتتك، اتتك بالريال اخرجت بالريال، اتتك بالجنيه اخرجت بالجنيه. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كان عندي استفسار، معلش لو طول على حضرتك. اتفضل. من فترة كنت ندرت نذر ان كل ما ربنا يكرمني في شغلي اطلع نسبة من المال اللي ربنا يكرمني بيه 10%. عدت الايام وربنا كرمني بمبلغ، وقتها بعد ما ربنا كرمني اتصدقت وطلعت الفلوس لله. بس الفلوس اللي طلعتها لله ما كنت، انا دلوقتي مش فاكر هل انا طلعتها بنية النذر اللي انا نذرته ولا ما طلعتهاش بنية النذر اللي انا نذرته. لا توسوس. نعم. لا توسوس، خلاص انتهى المسألة، انتهى الأمر. استفسار تاني، أنا مش متذكر أنا طلعت المبلغ كامل ولا لأ، لأن أنا على حد علمي إن أنا ما طلعتوش كامل. خلاص احتاط وسدد النقص. نعم. احتاط وسدد النقص. ما هو أنا مش متذكر أنا طلعت كامل. بالقيمة تقريبا احتاط، أنا متشكك، نظرت 10 ومتشكك أن أخرجت 5 6 7، اخذ الحد الادنى ان انا اخرجته واكمل الباقي، باب الاحتياط واسع يعني. ولو مش متذكر خالص هل يجب علي ان اطلع من اول وجديد كامل؟ يعني مش متذكر. يا اخي الجدل وحش، يا اخي الجدل، الله يغفر لك. انت اخرجت جزء او لم تخرج من الاصل؟ اخرجت جزء. اخرجت جزء. انت شاكك في انه كم؟ اخرجت جزء، بس انا مش متذكر الجزء اللي انا اخرجته ده بنيه ال ال أنا أجبتك على هذه، قلت لك خلاص انتهى الأمر في هذه الجزئية. تمام. يا الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت عندي كم سؤال مختصرين وخذ من حضرتك نصيحة في الآخر. أعوذ بالله أن نزل أو نزل. نعم. حكم أرباح اليوتيوب. أرباح اليوتيوب الناتجة من كونك تنشر شرا وفسادا وإعلانات محرمة لا تجوز، لكن لو جاءتك عن طريق حلال جازت. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، الآية اللي في سورة النور بتقول والقواعد من النساء اللاتي لا يريدن نكاحا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن. ايوه. دي في البيت ولا خارج البيت امام الرجال؟ لو واحده مثلا عدت ال 60 او 55 وممكن يعني ممكن تشيل النقاب لو بدايتها؟ ممكن. طب هي ده الايه دي على جوه البيت ولا هو خارج البيت؟ عموما ازاي يعني يبعنا سيبهن، ما معنى يبعنا سيبهن بالتحديد؟ دخل جرير بن حازم رحمه الله على تابعية من فضليات التابعين اسمها حفصة بن سيرين، فقال يا أمه، أظنها حفصة بن سيرين، يا أمه، دخل عليها وقد تنقبت وتجلببت، قال يا أما ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني لماذا تلبسين النقاب ولك رخصة؟
قالت يا بني أكمل الآية، فأكمل الآية وفيها وهي استعففنا خير لهن. قالت يا بني هو إثبات النقاب. شكرا. برا البيت يعني يجوز لك وأنت عجوز 60 سنة أو 70 سنة تخرجي وجهك مكشوف وتغطية أفضل. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا، عندي 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول، كنا يعني نصلي صلاة العصر فالإمام أخطأ في ركن من أركان الصلاة، فقال له أحد يعني المأمومين سبحان الله، فلم يعي يعني على أي شيء نقول، فأخطأ فقال أحدهم اركع، فهل يجوز للمأموم أن يجهر بهذا الأمر، يعني اركع أسجد سجدة هكذا؟ يعني هل يجوز الكلام لمصلحة الصلاة دون كلمة سبحان الله؟ يعني الإمام أيوة فهم كلامك. نعم. هل يجوز الكلام لمصلحة الصلاة؟ نعم هذا تقول الدعاء. يا إمام أنت أخطأت، صلي باقي ركعة إذا لبست عليه الصلاة. نعم. ولم يفهم المراد. هذه المسألة من المختلف فيه بين العلماء، وقد ساق شيئا من الاختلاف ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فحكى فيها مذهبين للعلماء، مذهب القائلين بأن الصلاة تبطل لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ومذهب القائلين بأنها لا تبطل، واستدل له بأن النبي سلم من رباعية الظهر أو العصر بعد ركعتين، فقال قال رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بل قد كان شيء من ذلك. فسأل النبي الصحابة عن ذلك، فقالوا نعم يا رسول الله صدق ذو اليدين. فقام وأتى بالركعتين ولم يبتدئ الصلاة من أولها وسجد للسهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. شيخ أنا من محافظة الأسكندرية وفي الكلية، وإن شاء الله عندي يعني أنا الآن في امتحانات نص السنة وهتخلص يوم 18، فلو حضرتك تقبل لي أنا أسافر المنصورة وأجي أتعلم عند حضرتك الدين. تشرفنا، زورنا إن شاء الله وستجد خيرا بإذن الله. بإذن الله شيخ مصطفى. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، كنت بكلم حضرتك في خط فصل. والدت كان جدي جدتي الله يرحمها كانت متنازلة لورثها في والدي لولاد ابنها يعني ذكور وإناث. طيب. وبعد كده هي حاليا اتوفت يعني، فجينا نقسم حاليا، فعايزين نعرف اللي هي جدته سابتها. عفوا، الذي تنازلت عنه الجدة هو كل تركتها أو هو نصيبها من ابنها فقط؟ لا، نصيبها من ابنها فقط. وهل نصيبها من ابنها كان كثيرا بالنسبة لسائر تركتها؟ هو بس ما كانش لها تركة يعني، هو بس معاش فقط يعني، كان لها معاش. أي ما كانش عندها منزل ولا أي شيء؟ كان لها. طيب ما منزل يعتبر. طيب كم قطعة أرض 180 متر كان يخصها فيها كم؟ السدس. السدس يعني خصها 30 متر تقريبا يعني. على العموم انتهى الأمر ما دامت تنازلت في حياتها، لا إثم عليكم في أخذ ما تنازلت عنه الأم في حياتها. لا، أنا أقصد الوقت بالنسبة للذكور والإناث، إحنا يتأسس إحنا حاليا إحنا أخواتي بنقسم، فهي تتقسم بالتساوي ولا للذكر؟ تتقسم مين الآن؟ عفوا، من تتقسمي من؟ تتقسمي تركة من؟ هي قسمتها تنازلت، ستكون أيضا التنازل للذكر مثل حظ الأنثيين. على الأصل يعني، والله أعلم. خروج من الاختلافات، بس شكلك طماعة شوية عايزة تاخدي زي الصبيان كده، مش كده؟ لا والله، أنا أصلية متقسمة البنات حسب الذكور مثل الإناث. يعني هي قالت لك كده قبل ما تموت؟ هل هي قالت هذا الكلام؟ هذا ما تموت الله يرحمها.
هل هذا قالت قبل الكلام يا جماعه هي ذكركم؟ ما قالتش اي حاجه خالص. لا هي ما قالتش. فتضم لتركه الابن العامه التي تركها وتقسم للذكر مثل حظ الانثيين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. نحبك في الله والله يا شيخنا. نحبك الله الذي احببتنا فيه. يا رب. سيدنا القول الفصل في قنوت الفجر. ربنا الله اعلم قول الفصل يعلمه الله، لكن المساله من مسائل الخلاف المتحمل. واجبنا مرارا بان الشافعيه رحمهم الله يقولون باستحباب ذلك مطلقا، ومن حججهم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال كان القنوت في المغرب والفجر، قال ابن حجر فنسخ في المغرب اتفاقا وبقي الخلاف في الفجر فبقينا مع الأصل. فيرى الشافعي المذهب الشافعي استحباب القنوت في صلاة الفجر، ويرى الحنابلة أن القنوت يكون في النوازل، ويرى الأحناف أن القنوت في الفجر بدعة، لكن رأيهم عليه مؤاخذة لأن استدلالهم إنما هو بحديث سعد بن طارق عن أبيه قال يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث، ولكن ثبت أن الرسول قنت في الفجر شهرا كاملا، وأن أبي بكر قنت، وأن عمر قنت، والحنابلة يرون القنوت في وقت النوازل، والأمر في ذلك واسع. شكرا. نعم شيخنا ربنا يبارك لك يا رب. وياك. لو أنا بصلي بالليل وبعد الركعة الأولى أذن الفجر أكمل صلاتك. أكمل صلاتك طيب. نعم. والوتر لك أن توتر قبل أن تصلي الفجر أيضا، فعل ذلك ابن مسعود. جزاك الله خير يا شيخ. الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياك والحاضرين والسامعين مع النبي صلى الله عليه وسلم. امين يا رب. امين. بارك الله فيك. مرحبا بك يا ابا احمد، واهلا وسهلا وشكر الله لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا كيف حالك؟ الله يرضى عنك. الحمد لله. وعنك؟ عنك ولا عنك اصح؟ عنك. رضي الله عنهم ولا عنهم؟ عنهم. عنهم. لا تشدد حيث لا معنى للتجديد. الله يرضى عنك. رضي الله عنك. اتفضل. سؤال يا شيخ، والله هو مش شبهة ولكن هو سؤال. للآباء حقوق والأبناء حقوق. لا شك. طب وإن كان الأب يعني ضار أولاده. يعني الأولاد يعملوا إيه؟ ماذا صنع الأب؟ الأب أخذ البنت الصغيرة، هم عايش في هولندا يا شيخ. وتربينا في هولندا. وبعد ما عندنا أخت صغيرة عندها 14 سنة. الأب قدم في حاجة اسمها مركز حماية الأطفال، وقدم إنها تتاخد في ملجأ. وانفصلت الأم ومشاكل، واللهم لك الحمد استطاعنا إن احنا نطلع أختنا بقضية من هون. أنا لا أكلمه، يعني قاطعته. لأن أنا أصبح عندي أمر بعدم. يعني ما الحمل لأبيكم على أن يضع أختكم في بيت غير بيتكم؟ هنا يقولون وأصدقائي يقولون إن هو مضطرب. ولكن احنا ما عندناش بينه ان هو مضطرب. يعني هو مطلق امك من مطلق امك من زمن؟ من زمن. نعم. ايوه اكيد مضطرب، يعني لان ما يفعل هذا واحد عاقل. يعني احنا لو تواصلنا، انا لما اتصلت باحد المشايخ هنا في هولندا قال لي روح كلمه، لما رحت اكلمه كنت هتسجن، رفع عليا قضيه وقال لي ابني بيموتني، عايز يموتني. اذا هو مريض يعني يا اخي. مفيش كلام بكده. هو مريض. مش مسجل ان هو مريض هنا. لا مريض، هو مريض، الله يحفظك. اصبر عليه واسع في علاجه. واجب علي الاتصال بيه؟ اقول لك هو مريض يا اخي، والدك مريض، تصرفاته تنم عن مرض، فارفق به، رافق الله بك. مرحبا بابنته هدى، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤال من فضلك. هل الدروس تعد عذرا يبيح جمع الصلاة؟ لا. درس خصوصي يعني درس رياضة درس عربي تترك العصر حتى تجمعها مع المغرب لا يجوز لك ذلك. متى يجوز الجمع؟ درات قصوى مثلا طبيب يجري عملية جراحية طبيب يجري مسافر الضرورات القصوى أما الدروس الخصوصية يجب عليكم يا مدرسي يا طلبة يا أهل التدريس الخصوصي أن توفقوا الأوضاع مع الصلاة لو الحكومة قالت لكم وفقوا أوضاعكم مع الضرائب ستوفقون الأوضاع مع الضرائب وتلهثون وراء ذلك قل لك وفق أوضاعك مع الصلاة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أسأل حضرتك سؤال لفضلك الشيخ ممكن إن شاء الله أنا منتقبة طيب بعدين رحت عملت عمرة وأنا كنا الأول نزلنا الأول في المدينة وبعدين أحرمت من الفندق بس زوجي قال لي نزلي النقاب وإحنا في الفندق ولما رحت الميقات اللي هو بيار علي قال لي إيه نرفع النقاب هل كده صح ولا غلط؟ أعيد السؤال بقول لحضرتك أنا منتقبة وطلعت عملت عمرة وبعدين أحرمت من الفندق اللي في المدينة وبعدين لما رحنا نزلت النقاب أنا لحد الميقات لحد بيار علي طيب وبعدين إيه رفعت النقاب هل علي لا ما فيش مشكلة مثل الإحرام من المدينة وصل الإحرام من أبيار علي فأنت استعدتي للإحرام مش إحرمتي تنظفتي ولبستي هيأتي نفسك للإحرام لكن لم تتمي الإحرام كله من المدينة إنما أتممتيه من أبيار علي بخلع النقاب لا شيء عليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا تفضل عشان اتصلت حضرتك كل خط قطع تفضل سؤال الأول بخصوص ماء زمزم أهديت ماء زمزم فكيف طيب. يعني استخدم هذا الماء بالحديث أو اشرب في شيء ما في أي شيء اشرب الماء بسم الله واشرب الماء السؤال الثاني أحيانا يعني يكون بعض النساء يعني يأتي من يعني بعض تمشيط شعرهم يكون بعض الشعر فهل يعني كيف يعني يدفن أم يحرق ولا يدفن ولا يحرق ولا يحرق يرمي في الزبالة في القمامة عميدا آخر سؤال معك بس اسال اسئله عقل نفع يعني دون مرض ولا اي شيء يعني زوجتي مثلا تطلب مني ارقيني اختي خالتي دون شيء يعني رقيه فقط ليس متعبه ليس قل لي ارقيني فقط يعني ما بك لا شيء فقط ارقيني يعني هل ذلك يعني في هذا الشيء يعني هي التي تطلب منك عفوا شيخ هي تطلب منك ان ترقيها نعم نعم طيب ارقيها بالفتحه ولا بالمعوذتين ماشي يعني دون اي شيء لا يعني لا داعي زي يعني هي لا تشعر بشيء اصلا يعني تقول ارقيني فقط يعني ما فيش مشكله عليك انت ليس عليك مشكله اذا رقيت هي نقول لها ان النبي عليه السلام ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب فقال لا يسترقون لا يطلبون الرقيه بارك الله فيك يا شيخ فيك بارك الله فيك يا احمد حميده وفقك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لحضرتك يا شيخ مصطفى. اتفضل يا حبيبي. ولكن يعني في الأول ده سؤال عشان أتعلم مش عشان أجادل ولا حاجة. اتفضل. حضرتك كان في فتوى واحد متصل بحضرتك الراجل ده كان فلسطيني وكان بيسأل حضرتك عن حكم السرقة من اليهود. فحضرتك جاوبت عليه قلت له النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيسرق من اليهود حاجة. صحيح. فأنا يعني اللي أنا عاوز أفهمه. طب ايام اليهود ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كانوش محتلين حته من الارض بتاعتنا وما كانوش بيقتلوا في الاطفال وما كانوش بيعملوا الجرائم دي كلها وما كانش في مستوطنات لكن دلوقتي بيحصل الحاجات دي كلها سؤالي هل كل اليهود كده او بعضهم لا هو فلسطين وبيسال عن الوضع اللي فيه لا يعني بسال سؤال يعني هل كل اليهود قتلوا وسرقوا او بعضهم معنا اللي عندنا جزاء سيئة
سيأتي مثلها. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. سؤالي لو سمحت، أنا فتاة متزوجة وزوجها مريض بالكيمياء، بياخد برعات أحيانا بيكون طريح الفراش وأحيانا أخرى بيكون كويس. طيب. أنا في يوم سبته يعني بموافقته وذهبت الزفاف أخو زوجتي. طيب. أخو زوجة أخي جبرا لأهلها واتخذت سرور عليها، وإن هي وقفت معايا في مواقف كتير. طيب. خصوصا ان انا كنت وعدتها ان هو سليم لو كان الفرح في البلد اللي انا ساكنه فيها هحضر، بس في يعني انت استاذنتي فاذن لك اختصار. واثناء الخلاف ده عايرتني بهذا الموقف. عفوا ماذا حدث يا بنتي؟ عفوا اصبري بس ما تكلميش كثير، مش فاهمين كلامك. انت تقولي زوجك مريض واستأذنتي تصلين واحدة قريبة لك للعرس اعترافا بالجميل، صح كده؟ أذن لك هذا البعل وبعدين؟ ولكن حصل خلاف بيني وبين والدة زوجي وقالت لي يعني انك سبتيه وهو تعبان. حماتك قالت لك ليه سبتي ابني وهو تعبان؟ قلت لها يا حماتي ابنك أذن لي، مش كده؟ وانا ما ردتش، ما قلتش ان هو كان أذن. مات يعني ولا ما ماتش؟ لما انت سبتيه مات يعني ولا ايه؟ لا هو كويس وهو مات. خلاص خلاص ما في اشكال، قولي لها كده المثل المصري يا دخلة بين البصلة وقشرتها من نبك اللي حررتها، مثل مصري يعني. الزوج صاحب الحق وافق لزوجته، حماتها دخلت ليه تسيب ابني وتمشي؟ حماتها ابنك اذن. الله المستعان. عالج الموضوعات برفق يعني، ما تقولهاش الكلام ده اللي انا قلته لك، انا يعني بس ابين يعني. اما السؤال الثاني. السؤال الثاني انه حصل يعني حصل سوء تفاهم بيني وبين يعني من والد زوجي، لدرجه ان زوجي اتعصب عليا واتضايق عليا فقفل الباب عليا وخرج نتيجه مشاده بيني وبينه، وحسيت ان انا محبوسه. حبسك يعني؟ فطلعت والدته قدام الباب بتقول له هو انا السبب، فانا قمت بصوت عالي قلت ان الله لا يظلم مثقال ذره، وقمت مكملة الآية وقلت بعدها حسبي الله ونعم الوكيل، ولكن بصوت عالي وبعد ما قعدت خبط كتير على الباب لأني شعرت إني محبوسة. فهل ده يعني بس بعدها نزلت وطلبت منها إن هي تعرف وتصفح عني ووضحت موقفي، هل ربنا يغضب عليا أو على جوزي نتيجة إن أنا عملت كده؟ لا يغضب عليك ولا جوزك، لا أنت مضطرة محبوسة، سجنوكي بدون ذنب، فتلفظت ببعض الالفاظ بس ما فيش مشكله، انت عملت اللي عليك الله يحفظك. يعني الامور الخفيفه دي وقت تحتويها تكون عاقله الله يكرمك. انا ما عملت حاجه يا ام محمد عاطف على الحموات، يقول كما ان الحموات فيهن سيئات ايضا الزوجات فيهن سيئات، لا يطرد الكلام. هل حماتها ظلمتها أم لم تظلمها يا أم يا أختي متعقبة؟ هل حماتها ظلمتها لما جاءت تؤذيها وقد أذن زوجها لها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك على حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وحكم رفع اليدين للمأمومين أثناء دعاء في صلاة الجمعة أو الدعاء بعد كل درس للشيخ، هل يرفع الناس يديهم؟ وحكم المأموم عندما يقول للمأمومين استووا، هل ورد أكثر من حديث في ذلك أم لا؟ جزاك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعن قول الإمام للمأمومين استووا هل ورد أكثر من حديث في ذلك؟ نعم ورد أكثر من حديث في ذلك، والعبرة ليست هنا ليست التعبد باللفظ، إنما التعبد بالمعنى. قل سووا الصفوف، استووا، لا تسوون صفاكم ولا يخلفن الله بين وجوهكم. عمر يقول استووا استووا. فالأمر في ساعة، سووا صفاكم في نطق. لما يقول استقيموا استووا يرحمكم الله، أو أكرم ما يقول عبد المرد وهو ساجد فيسير الدعاء. ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
بس واحدة واحدة علي، أنت داخل علينا دخل، نخلص واحدة واحدة كده. العبرة في تسوية الصفوف ليست باللفظ، إنما العبرة بما يؤدي المعنى في هذا المقام. التقدم يا زيد، تأخر يا عمرو، سووا الصفوف يا جماعة، كل هذا جائز. العبرة بالمعنى هنا. الثاني، الدعاء أثناء رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة لا مانع كمأموم، والإمام لا تكن له عادة لكن فعلها أحيانا لا بأس. حاجة تالتة، حكم بدل صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ومصدر السلام. أيوة في الصحيح، لكن اسمح لي أراجع هذا الحديث من ناحية العلل. اسمح لي أراجعه من ناحية العلل لكنه في الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يحفظك ويزيدك علما وطهارة. وإياكم. ماشي. صالح أمين، بارك الله فيك وجزاك الله خير. عمر بن محمد حماد، سلمك الله. قل إذا اعتدى علي أحد فلاحقني، اعتديت عليه ثم اعتدى. راح السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. الأخ يقول استقيم ولم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي العبرة بالمعنى ليست باللفظ، أنتم فاهمين غلط الإخوة، معذرة يا أختي. يعني تسوية الصفوف يكون بأي لفظ من الألفاظ، لا تحجر واسعا، استقيموا استووا، المودة واحد. تفضلي يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، احنا عندنا في البيت قطط كتير ضرانها كتير، هل يجوز القتل فيها؟ إذا كانت هناك وسيلة غير القتل سلكتيها، يعني ممكن تجيب القطة تضعيها في شوال خيش وتنقلها لأي مكان بعيد، عند سوق السمك ولا في أي مكان بعيد. تمام يا شيخ. ممكن سؤال تاني لو سمحت؟ ممكن. أنا أجهضت مرتين، وفي المرتين كان الجنين ما جالهوش نبض، والدكاترة قالوا لي إن هو دوت دم حيض، ما ينفعش إن أنت تصلي أو أي حاجة، وقعدت حوالي شهر شهر ونص ما صليتش. وبعد كده سألت قالوا لا كان لازم تصلي. كان في دماء تنزل في هذه المدة؟ إيه؟ كانت تنزل دماء في هذه المدة؟ كانت تنزل دماء، وبعض دكاترة كتير قالوا لي إن أنت محتاجة عملية. دماء حيض. دماء إيه؟ كانت تنزل دماء حيض لونها مشابه لدماء الحيض ولا لا؟ أيوة يا شيخ، كان أحمر وساعات بيجي بني ويرجع أحمر. مش أحمر وبني، أنت تعرفي دم الحيض. إذا كانت الدماء التي تنزل طيلة هذه المدة مشابهة لدماء الحيض لونا وصفة، أيوة، فامتنع عن الصلاة. إذا كانت استحاضة جروح تنزف تسلي وصلي، لكن على العموم وقد انتهى الأمر واجتهدت وسألت ليس عليك شيء. تمام. معلش آخر سؤال يا شيخ. أنا زوجي مسافر وأنا منتقبة، وبيبعت لي حوالات في البنك، والموظف اللي هناك ما بيرضاش إن يخلي بنت تشوفني، وبيضطر إن أنا أخلع قدام النقاب عشان يشوف. مش هذه ضرورة ولا لا؟ ليس عليك إيه، المفروض واحدة خدت بطاقتك وراحت صرفتها، يجوز لا. وإن يعني أنا كذبت على زوجي قلت له لا، في حد واحدة بحكم إن هو بيغير عليا جامد ده عليا اسم. الكذب الكذب، أنا لا أستجيز الكذب، لكن الضرورة تقدر بقدرها. تمام شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير عن شيخنا الجليل. وياك يا أختي. الله يخليك. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عندي في البيت بربي حمام، والظروف صحية ونفسية كده، غبت يومين أو ثلاثة ما طلعش الحمام على أساس إنه بس جعان، بس طلعت لقيت الحمام ميت. أنت حبس الحمام ولا كان طليق؟ لا الحمام أنا مربيه بقالي سنين، عندي سنين حبسها في الأوضة. حبسه في الأوضة، الله يسامحك بقى، خلاص قدر الله ما شاء فعل. طب أنا أكفر عن ذنب إزاي يا شيخ؟ أنا والله النهاردة ببكي طول النهار بسبب الموضوع ده، خايفة يكون عقاب من ربنا ليا. هل أنت تعمدت الإهمال؟ لا لا ما تعمدتش. نسيت الحمام، نسيت الأكل. نسيت إن أنا يوم أنسى ويوم مش قادر أطلع، بس كده طلعت الحمام. لا مش قادرة تطلع، ده كنت وكلت غيرك. أما النسيان لا تؤخذي. أكفر إزاي يا شيخ عن الذنب ده؟ اعملي صالحا واستغفر الله. بس خايفة تكون زي الحديث،
لا حبست القطة. انت تبتي قبل ان تموتي، والحمد لله انك تبتي قبل ان تموتي. الحمد لله. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وبدون عمد والله يا شيخ انا فاكرك عم بس. خلاص هو رب العالم بك، انا لست ربا، انا عبد مثل الخلق، كلنا عبيد لله. يا شيخ الله يرحمه ما شاء الله قريبا ان شاء الله بعد اسبوعين كده. في يعني خطر اسمه فين؟ راح تعتمر عن الحمام ولا ايه؟ مش عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، كان عندي بس سؤالين ليهم علاقة بوالدتي. أنا والدتي يعني طعنة في السن شوية وبلغت من الكبر آتية، وأغلبية الوقت تكون لوحدها يعني. فأنا كان سؤال بس، أنا في بعض الأحيان بأتي بأصدقائي الرجال ونذهب إلى أمي مثلا يوم في الأسبوع ونجلس معها مثلا إيه نؤنسها ونتكلم معها، فهل في ذلك إثم؟ أنت وزملائك؟ أنا وزملائي. أيوه. كم عمر العجوز؟ حوالي 79 سنة تقريبا. 79 يعني. سنة. بتجلس معكم محترم ولا بتجلس يعني متكشفة؟ لا طبعا يعني ما فيش حاجة خالص يعني. مش حاجة إيه؟ لا محترمة طبعا وما فيش أي حاجة، بس هي الفكرة كلها بنقعد نتكلم معاها. لا بأس لا بأس. كان قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: كنا نفرح بيوم الجمعة وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نفرح بيوم الجمعة لماذا؟ كانت هناك عجوز في المدينة تصنع لنا سلقا، فنصلي الجمعة ونذهب إليها تطعمنا ونسلم عليها. هذا سهل بن سعد، فلا بأس، هذه عجوز كبيرة ليس فيها مطمع. خلاص بإذن الله. والسؤال الثاني معلش بس، أنا برضو والدتي عندها قطة في البيت تربيها، وفي بعض الأحيان وهي تصلي يعني القطة تمر على السجادة أو تمر بين قدمي، فهل هذا يقطع الصلاة على والدتي ولا لا؟ لا لا يقطع، لا يقطع. لكن إن استطاعت أن تمنعها من المرور منعتها. أمك تصلي قائمة أو جالسة؟ الإيه معلش؟ أمك تصلي قائمة أو جالسة؟ تصلي جالسة. إذا استطعت تمنع القطة لا بأس، لأن شاة جاءت تمر أمام النبي، فتقدم النبي حتى لصقت بطنه أو كانت تلصق بالجدار، فمرت الشاة من خلفه. تمام، بارك الله فيك يا شيخ، شكرا. لكن الصلاة لا تقطع لا تبطل على أي حال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. بس يا شيخ مصطفى، أنا والدتي كان معاها مبلغ من المال في البنك، ولما عرفت إن هو حرام فطلعته من البنك من حوالي شهر واشترت بيه ذهب. فهي كانت بتزكي عن المال ده كل رمضان، فدلوقتي هي تزكي عن المال ولا تستنى لما يعدي على الذهب سنة؟ لا، الوقت السنوي للزكاة تزكي فيه، لأن الذهب مال والمال ذهب. الذهب مال والمال ذهب. أيا كان الآن هي كانت تخرج في شهر 10 زكاة المال، حولت في هذه الأثناء بعد شهر 10 11 12 حولت الذهب إلى المال إلى ذهب. من يوم ما كانت تخرج زكاة المال نفس بعد نفس الشهور تخرج الزكاة أيضا. الذهب يقوم بمال. يعني تخرج برضه يعني في نفس الوقت السنوي. في نفس الوقت السنوي. أيوة. يعني ما تستناش لما يعدي على الذهب سنة. لا ما تستناش لما يعدي على الذهب. أشكرك. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا سيد الصاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. وبين حبيبك يا رب. وبيك. اللهم امين يا رب العالمين. لو سمحت يا شيخ، لي صديق عزيز الاخ ده نحسبه على خير ان شاء الله، ولكن هو كان تعثر شويه كده في التجاره. كان ايه؟ تعذر في التجاره. تجارات المواد الغذائيه وكده، فالشاهد ان هو خد قرض من البنك وعمل مصنع حلاوه طحينيه. وبعده؟ فهل دلوقتي حضرتك انا بقول له الفلوس دي كده دلوقتي حرام، والفلوس اللي هتعملها او تكسبها هتبقى حرام، ف
فقال كده، فكنت عايز نصيحة حضرتك ليه، هل كده صح ولا غلط؟ طبعا لو عمله غلط، اقترض مبلغ من البنك ليطور صناعته وينشئ مصنعا، حرام، عمله حرام. لكن التسلسلات بعد كده، يعني هل المبلغ الربح اللي داخل له من الحلاوه الطحنيه حرام؟ ليس بحرام، لكن عليه ان يستغفر الله اللي محو اثر الجرم الاول اللي هو القرض الربوي. طب يعني المكسب من وراء القرض ده يبقى حلال؟ يقول لك هو عمل مصنع والمصنع شغال. وكده. الذنب الأول لاحق به وعليه أن يعمل أعمالا صالحة لعل الله أن يكفر عنه. تمام يا شيخ، تمام يا شيخ، بارك الله فيك. شكر الله لك يا أم محمد ابن مصطفى، بارك فيك. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ أنا؟ الحمد لله بخير بفضل الله. جزاك الله خيرا. وإياكم. حديث من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. في سند هذا الحديث رجل اسمه محمد بن حمير، ومحمد بن حمير هذا يعني مختلف فيه، لكن لا يتحمل مثل هذا المتن الكبير. لكن عموما من يحسنه له وجه لكونه فضائل الأعمال، ومن يضعفه له وجه، لأن محمد بن حمير ليس بذاك الثبت القوي الذي يتحمل مثل هذا المتن، والله أعلم. يعني حكم فضيلتكم على الحديث؟ يعني أنا أعمل به لكونه فضائل الأعمال، لكن كشيء يقيني أنه ثابت الثبوت الذي تطمئن إليه النفس لا. نعم نعم، جزاكم بارك الله فيك يا محمد بن عبد الحليم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. أنا كلمت حضرتك قبل طلوع للعمرة من فترة، وصدفة يعني طلبت من ربنا أن أشوفك، والحمد لله شفتك في مكة، الحمد لله رب العالمين، بفضل الله عليك. الله يسلمك، تفضل. الله يكرمك. لي سؤال، يعني أنا في العمرة دي بعد مروري 3 أو 4 أيام في مكة، عملت أكتر من عمرة لجدتي والحماتي. طيب. كنت بطلع بأحرم من مسجد السيدة عائشة وبقوم بالعمرة في نفس اليوم. طيب. فهل العمرة تقبل ولا في القبول على الله؟ القبول على الله، كونك كررت العمرات من التنعيم، ما نستطيع أن نقول تقبل أو لا تقبل، هي مرد إلى الله. لكن سألتني، تمام، هل كان الرسول يصنع ذلك؟ لم يكن. تمام. يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام، لم يكن. تمام. شكرا أبو فارس، مرحبا بك، وفقنا الله وإياك يا أبو فارس. السلام عليكم. يا الله. السلام عليكم. نعم، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. عايز حضرتك أسألك سؤال، هما سؤالين بالظبط. أفهمك غلط ليه؟ ربنا ما يجيبش غلط. إيه؟ ما السؤال يا حبيبي؟ السؤال حضرتك دلوقتي، يعني مثلا عندي 26 سنة، الله يبارك، في مجال التفصيل السوبر الرجالي والكلام ده. طيب. فربنا من عليا طبعا، الحمد لله عندي ورشة مصنع والكلام ده، وفتحت محل. طيب. تمام. ففتحته أنا وواحد في نفس الصنعة، كانت شركة يعني وكده. فإيجا طبعا احنا كان معانا فلوس تشتري المحل والكلام ده، فإيه جبنا قماش، كان بشغل بالآجل يعني، بس كان القماش عن طريق يعني الشخص التاجر جدا منه قماش، مش كان يعرف شريك كده. انت من ابو كبير؟ اه من ابو كبير. اه مرحبا بك، اتفضل. وتابع الشيخ محمد امين الدفه شمس. كنا دفه الحقيقه ولا الدفه المزوره؟ لا ها؟ اتفضل. فالمهم جبنا القماش وكده، فشريكي دي سابني ومشي. طبعا القماش كان مبلغ مثلا 150,000. طيب. طبعا بتتكلم في الحياة اليومية المبلغ ده كبير وصعب. فالمهم شريكي سابني ومشي. لما قدرتش طبعا كنا بندفع ما يقارب يعني 10-8,000 جنيه شهريا. ايه. على واحد لسه في بداية حياته والكلام ده صعب. نريد ندور على شريك. تمام. فالمهم عشان مش طول حضرتك، الشريك ده راح جاب فلوس. رحنا المفروض انا هجيب فلوس من البنك، فلوسه هو. فاتضح انه تمام. اتضح ايه؟ اتضح انه راح جاب قرض واحنا في البنك احنا رايحين نسحب الفلوس. يعني النهايه انت شاركت شخصا اتى بثمن الشركه
حصته من البنك. تمام. طيب والسؤال؟ السؤال طيب انا علي ذنب؟ اذا كنت على علم اني كنت معاه في البنك وبجيب الكارت. وانت كنت متوهم انه ياخذ فلوسا من التي له في البنك. فلوسه هو، وانا عارف برضه ان فلوسه طبعا هو برضه بال يعني انت الان يا الله يديك. بس كنت اروح اجيب من اصل المال. اتضح ان مثلا لو جاب من اصل المال الوديعه هتنكسر والكلام ده يا شيخ. انت المهم استغفر الله، انت ليس عليك شيء. لكن نخشى من مشاركه مثل هذا لشؤم الواسطه. اذا شاركت شخصا مرابيا في اعمالي، الشركه حلال، لكن الاشكاليه انه يمارس الربا معي وانا لا اشعر، او تاتي العقوبه للربا وانا يعني اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. سأليني يا شيخ بعد اذنك. تفضلي. كنت عايز اسال على النفاس، هو بينتهي بانتهاء سؤال عن ماذا؟ النفاس. المساء؟ النفاس، دم النفاس. دم النفاس ينتهي بانقطاع الدم، اما حديث 40 يوم ضعيف وحديث 60 يوم ضعيف ايضا. تمام. طيب انا هبقى ان شاء الله نفساء في رمضان، ف ممكن بعدها يعني بعدها برد ضعف مش هقدر ان انا اصوم، فممكن ان انا اعوض صيام رمضان باطعام او كده ولا لازم؟ لا لازم تعيدي الافطار نتيجه الحيض او النفاس، لابد ان يعاد. طيب لازم ايام متصله ولا لا؟ لا لا ما يلزم الاتصال في ايام القضاء. تمام شكرا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. كنا العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أنا ونورث بيت تمام عن جدي رحمة الله عليه. الله يرحمه. ومعانا فيه شريكة هي شقة، ومعانا فيه شريكة اللي هي عمتي. تمام؟ المفترض تاخد حقها من الشقة اللي احنا فيها دي، أو المراس يوزع بموت جدي. مظبوط. انا لم افهم. الميراث يوزع عند موت الاب. يعني جدك مات. نعم. وترك اباك وعمتك. هو ترك مجموعه المتبقي شقه المفترض ان هي على ابويا وعلى عمتي. طيب تمام. ها. عمتي المفترض هي كده ولا كده شقه صغيره، فاحنا قاعدين فيها انا ابويا وامي واخواتي. وعمتك لها الثلث وابوك لها الثلثان. عمتي لها الثلث الشقه. ايوه. المفترض يعني قالت انا مش عايزه حقي، اول ما قالت سيبهم مع اولادي انا تيجي تتجوز ابقى اخد حقي. طيب. عايزاه دلوقتي. تمام؟ تمام. وزي ما حضرتك شايف ان كل يوم الدنيا بتغلى وكده، وعيالها جم اتجوزوا، فاحنا جبنا ناس بالمقاولات والكلام ده، وقيمنا الشقه بكام؟ وقال لك بقد كذا، طيب حقك دلوقتي المبلغ الفلاني ده. تمام؟ هي جت دلوقتي بتقول لك لا انا مش عايزه حقي. انا بيعالك حقي او خده، بس انا كمان سنتين ثلاثه يبقى نوزن، نجيب حد يقيم تاني، نجيب حد يقيم تاني واخد حقي وقتها. يعني عفوا، انتوا لما تخرجتم قسمتم التركه وقلتوا البيت مثلا ب 100,000 او ب 90,000، لك يا عمتي 30 ولنا نحن 60، قلتوا كده؟ ومضيت على كده هي انتم؟ لا، هي قالت لك انا ليا التلت بس كده. خلاص يعني لما اجي لما تيجي تبيع لي. الان هي لم تزل شريكه في البيت بالثلث. ايوه. بس السؤال، السؤال دلوقتي احنا دلوقتي جمعنا لها فلوسها، وهي كل شويه تقعد تقول انا عليا فلوس عليا فلوس. المهم يعني السؤال ايه بالضبط؟ فهمني. هي دلوقتي مش راضيه تاخد حقها، او راضيه مش راضيه حتى تتفق على حقها. مش راضيه تبيع. مش راضيه تبيع، بس لا بتقول لك هي بتاعتك وانا سايبها لك، بس ما تخرفنيش دلوقتي، سيبها شويه كده. طب تشكر والله ربنا. الفقه في سؤال مطلب. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ تفضل. وانا عندي سؤالين.
سل واحد بيقول لي، هو قال لي كل سنه وانت طيب بالنسبه لراس السنه، يعني اقول له ارد عليه اقول له ايه؟ وانت طيب ماشي. والسؤال الثاني، هل ممكن اقرا قران وانا مش متوضي؟ ممكن. كان عائشه تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، والنبي عليه الصلاه والسلام قام من الليل فقرا العشر ايات خاتيم سوره ال عمران ثم ذهب وتوضا. شكرا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانا في الاحرام غسل صابون له رائحه وملايين معطره، بس انا قلت نسيت. لا اسمع على الناس. طب الحمد لله. السلام. شكرا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. حضرتك يا شيخ كنت بكلمك من فتره بحضرتك، شريكي اللي جاب فلوس من الكارد والخط فصل، ما اعرفش ايه سبب الفصل يعني. طيب انا قلت لك انت الان لم تكن تعرف وهو ذاهب ياخذ الفلوس من البنك، كنت تظن انه يسحب من رصيده. اكيد. خلاص لا اسم عليك. لكن الذي نخشاه عليك شؤم الواسطه، انك مشارك واحد مرابي قد تحل عليه عقوبة، ورب العزة يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. شكرا. بارك الله فيك يا إبراهيم فراج. كم ساعة عبد الرحمن بهذا القدر. أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. رضينا بك وليا ونصيرا ووكيلا يا رب، وقد اتخذناك وكيلا يا رب العالمين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم اجعلنا نورا وأعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارزقنا وأنت خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفاضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون، واحفظهم بحفظك ويدهم بتأييدك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.